السؤال المطروح على حضراتكم، السؤال المطروح على حضرتك انت بقى، ليه عدد 2 مج موجودين على الترابيزه؟ ده انفصام في الشخصيه ولا ايه الوضع ده؟ هقول لك. هو طبعا انت جايه ببقين النهارده، والله بكلمك بامانه، وفي مشروبين مختلفين يعني واضح كده من اللون. ما انا هحكي. بص، هي الفكره ان انا صعب عليا، يعني قلت حرام والله. انا طلبت في الاول نسكافيه، وبعدين حسيت ان انا مش عايزه اشرب نسكافيه، فاخدت شاي. ف ما علينا. وتمسكتي بالاثنين. مسكت بالاثنين عادي جدا، بس هشرب الاثنين والله على مدار الحلقه. الف هنا وشفا.